علينا نختتم صباح الشروق لليوم، ودائما هي نوافذ الصباحية مفتوحة على كل مساحات النبض الصباحي. نلتقيكم بالتأكيد في أيام قادمة وفي صباحات جميلة أو ندية على قول حمزة، فتحية لكم جميعا، ودائما هذه الأبواب مفتوحة ومشرعة عليكم صباحا وعلى هذا الوطن. ودائما نتمنى أن يكون صباح السبت بداية موفقة ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. هذه تحياتي وفريق العمل اليوم، في أمان الله. الحريق طالنا والسلام هسه يغشانا، الحريق طالنا والسلام هسه يغشانا، العزيمة في وحدتنا والهزيمة في فرقتنا، العزيمة في وحدتنا والهزيمة في فرقتنا، الحريق مجنونة في الكتاب والله ملعونة، الحريق مجنونة في الكتاب والله ملعونة، الشق يمشي في نفسه واستعين اسمع افرادي، تعالوا نقعدوا تحت شذراي نسوي جودية بس اللي شوكاي.